واحد يموت من المرض. هو السرطان يموت، هذه بتموت، هذه الله ابتلاها عشان هي إنسانة سيئة. لا تقولون كذي، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل مثل ما نصل مواصيهم، الله ابتلاهم أشد ابتلاء عشان يكونون يعني ناس سيئين. فلا تقولون الله ابتلى هذا بالسرطان عشان إنه هو إنسان سيء. زين طفل، أطفال معاي أعمارهم بالأشهر فيهم كانسر، شو يسووا بحياتهم؟ أرد وقلت فينا لأجل مسمى وتعددت الأسباب، كل واحد فينا لأجل مسمى، لأجل مسمى، ما في مرض يموت، ما في حادث يعني السبب موت واحد وتعددت الأسباب. توفيت اليوم الفنانة جوهرة الكويتية عن عمر ناهز 45 عام بعد صراع طويل مع مرض الكانسر سرطان المعدة. ويذكر أن الفنانة الراحلة جواهر بدأت حياتها الفنية عام 1990 من خلال مسرحية الأطفال الخفاش، ولكنها لم تستكمل وقتها بسبب صغر سنها. ظهرت مرة أخرى كموديل في فيديو كليب للمطرب خالد بن حسين بعنوان كنت أحبه، وشاركت عام 1997 في 4 أعمال درامية مختلفة كانت بمثابة عودتها للتمثيل مرة أخرى. ثم اعتزلت الفن ولكنها عادت للفن عام 2003 وقدمت عدد من الأعمال حتى عام 2018، ولكنها توقفت بسبب إصابتها بالمرض. وأعلنت الفنانة الكويتية جواهر إصابتها بمرض السرطان في فبراير عام 2020 خلال بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات، وفي تعليق لها بعد إثارتها لخبر إصابتها بالكانسر نشرت صورة لمرضى سابقين بالكانسر تم شفائهم، إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم، المتشافين المتعافين يا رب. ونشرت صورة أخرى من داخل غرفة العلاج التي تمكث فيها قائلة يأتي بها الله إن شاء الله لطيف خبير، تعازينا لأسرتها الكريمة وإلى أبنائها. نسألكم في التعليقات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.